تانية برضو النادي الاهلي لا يخلف اتفاقاته اللي عملها بدايه الموسم، يعني برضو كان برضو هو مش لا نقول يخلف، هي مش اتفاقات بس عشان ما حدش ياخد الكلام لسكه تانية، ولكن هي لائحه ايوه تم وكل عارفها الموافقه عليها من قبل النادي الاهلي، وبالتالي هو بيطبقها بدون كلام. بالظبط، يعني النادي الاهلي بيطبقها بدون كلام، ما بتسمعش حد من النادي الاهلي بيتكلم، ولكن احنا انا راجل لعبت كوره وشايف ان اللي بيحصل ده، يعني لعيب الكوره ده بيبقى محتاج في وقت من الاوقات ان هو يستريح طبعا مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور. انا ببقى محتاج ان انا اريح دماغي شويه، محتاج ان انا اريح عضلات رجلي شويه، عضلات رجلي مش هتستريح الا لما دماغي تستريح. صح كده، بس هي فكره احنا قلنا ان الموسم ده موسم استثنائي عشان لعبنا بقى لنا 100 سنه يا عم كريم، من ساعه ما انا وانا طب ما عيل اسمها صغير ايه بقول السوبر، لك كده انا شعري ابيض احنا يا راجل، ده انا ده شعري السنه، طب ابيض ما السنه من الجايه، نفس الكلام. السنه الجايه في التاني قالوا هيلعبوا دوري الدوري السوبر، الافريقي الدوري الافريقي تاني، يعني موتسيبي قبل كده قال ده دي اول نسخه والتانيه هنفكر فيها وهنغير وبتاع، قال لك لا هنلعبها بنفس، يعني احنا السنه الجايه في هنلعب اسبوعين برضه ولا 3 اسابيع هنلعب بنفس هلاقيه، الشكل، وفي والاهلي انتر كونتيننتال وفي غير انتر كونتيننتال، وفي ولا كاس عالم للانديه بس في طبعا امريكا. طبعا واضح لا بس ده لسه 25. واضح طبعا من رابطه الانديه ان يقال ان نظام الدوري السنه الجايه هيختلف، مش هيبقى 34 مباراه ودوري بجد من دورين. ولا لا انت بتتكلم بجد؟ هو والله طب بقول لك ايه يا سمير، لو سمحت لو قدرت تجيب لنا نفس الحلقه دي السنه اللي فاتت هتلاقي نفس الكلام، هو وكريم هو احنا اللي بيقول قلنا، لي لا احنا اللي قلنا هم كانوا موافقين، اللي هو هم قال عدد رفضوا. الفرق ولا ايوه احنا قلنا، كنا قلنا احنا نقلل عدد شدنا، الفرق. لكن السنه هم ما هو كابتن ما كل اسلام سنه يا عم لا بنقول لا نفس لا لا الكلام. المره دي ما فيهاش حل، والله ما فيها حل، السنه الجايه مستحيل. هو ما قدامكش غير طريقين، انك تلعب دور واحد وبعد كده تعمل دوري النخبه زي تونس، او تعمل دوري مجموعتين من البدايه بقى نشوف هما بقى ايه النظام الافضل، لكن دوري من دورين و34 اسبوع مستحيل، ما فيش اصلا وقت ولا في اجنده للكلام ده كله.